بين الكابتن اسامه نبيه والكابتن علي ماهر، ولقاء الدور الثاني كان بين فيريرا والكابتن علي ماهر، وفاز الزمالك يومها بهدف الحاضر الغائب. ادي الكوره تشوف لصالح نادي الزمالك، مصطفى شلبي، ادي الكوره تطرد سيف الدين الجزيري، الهدف الاول، الهدف الاول من تونس، سيف الدين الجزيري والفولو واقف مصحصح في ال 18، سيف الدين الجزيري مصحصح ياخذ الفولو من خطأ من دفاع نادي فيوتشر، والهدف الأول بفرحة كبيرة لجمهور نادي الزمالك في الدقيقة 14. الزمالك يتقدم على نادي فيوتشر، عرضية من مصطفى شلبي، خطأ من الدفاع، يصلح الخطأ في الأولى محمود حمدي، لكن توصل عند سيف الدين الجزيري اللي ما يغلطش من لمسة واحدة يسجل هدف أول زملكاوي في سهرتنا. مصطفى شلبي والعرضية، مين اللي كان راجع يعمل الواجب الدفاعي؟ غنم عكس اتجاه محمود حمدي، هدف اول لصالح نادي الزمالك. الهجمه تترد لفيوتشر، عبد الكبير الوادي يلعبها حلوه لكن التسديده ضعيفه، فرصه مش ممكن يا مروان، جول مروان يسجل التعادل. كره الفولو هي عنوان لاهداف هذا اللقاء، مروان محسن يعدل باليمين ويركن بالشمال، وكانه بيغير من وصفي لسيف الدين الجزيري، مروان محسن بركنة معلم يعدل باليمين ويركنها بالشمال على يمين محمد عواد، خطأ أيضا من دفاع نادي الزمالك، اللي يغلط يتعور في ماتش زي ده، اللي يغلط يتعور. محمد عبد الغني خطأ في التشتيت مع مروان محسن، ما تغلطش غلطة دي يا عبد الغني، ياخدها بي يا ولد يا ولد يا ولد يا معلم يا معلم يا مروان، باليمين ياخدها ويركنها بالشمال، والسهرة هتحلى أكتر وأكتر. 1-1 في الدقيقة 24 بعد 10 دقائق من تسجيل نادي الزمالك الهدف الافتتاحي، كان ممكن يزود عدد الأهداف نادي الزمالك، لكن ما يسجلش الزمالك هدف تاني، اللي يسجل هدف تاني في اللقاء هو مروان محسن. 9 تمريرات منها كتير، لكن السنة دي في أهداف كتير قوي حلوة من بره ال 18. مصطفى شلبي بيحاول يعدي، شلبي شلبي يا ولد، يلعبها لسيف الدين الجزيري لكن عمل الجمب، سابوه يدفع فيوتشر، سيف الدين الجزيري يا ولد يا ولد يا ولد، مش ممكن يا سيف، سيف الدين الجزيري اون فاير، سيف اون فاير يسجل الهدف الثاني لصالح نادي الزمالك، سيف اون فاير يسجل مرة ثانية. الدفاع في حالة غريبة، الدفاع خايف من سيف الدين الجزيري، هو لعيب يخوف بيني وبينكو، لعيب يخوف، أي التحام ممكن ضرب الجزاء، لكن ما يلتحمش يسجل على طول سيف الدين الجزيري، ومش يسجل مرة، لا يا راجل ده النفس مفتوحة، نفسك مفتوحة يا تونسي. هنا الكرة من مصطفى شلبي تتلعب، يسيبها سيف، غنام ومرعي يتعزموا على بعض، لكن سيف الدين الجزيري يقول لهم ما تتعزموش على بعض، انا خدها، خدها في الاولى وفي الثانيه على يمين محمود حمدي، يحاول يحط ايده لكن من قوتها تاخد ايده وتخش عشان سيف يسجل الهدف الثاني ليه وللزمالك. سيف اون فاير، هدف بعنوان سيف اون فاير، سيف الدين الجزيري. ادي الكوره يا ولد يا ولد، المره ال 15 اللي فيها لاعب بيسجل ثنائيه في نفس اللقاء، انضم لنادي ثنائية وممكن يبقى هاتريك